الدين وسع العب في النار. الله اكبر عليك يا شيف سيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبدري بدري بدري والله لسه بدري. واخوكم محمد الشامي واخوكم محمد حنفي نحدثكم في رمضان اللي هو في الصيف، بس الجو حر وشتاء بالليل يعني. بالليل وفي امتحانات واجازه خلصت، وربيع الصبح وخريف بالليل، وشم النسيم حاجه ميكس عجيب كده ملخفن. المهم يا جماعه احنا بقى ايه معزومين النهارده على الفطار عند ستيك اند ريش. تحس كده بالاسم انك هتخش تتكهرب جوه، اللي هو انت ستيك انترناشونال ولا ناوي تقضيها ريش ومشويات. احنا دلوقتي رايحين على ستيك اند ريش عند نادي الشمس في مصر الجديده شارع عبد الحميد بدوي، وبيقول لك بقى عاملين اكل بيتي، اكل فلاحي، اكل انترناشونال. بيقول لك عاملين مثلا النهارده باميه ويكا، يعني هم عاملين اكل، عاملين اصناف اكل زي الاجواء اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. هنشوف بقى صيف حر شتاء برد. اللي هو انا متكهرب يا اسماعيل. يلا بينا عشان فاضل حاجات بسيطه، فنلحق كده بسرعه عشان يعني نلحق. يلا يا حنفي اصبر يا حنفي، كده كده في وقت على الفطار كده بتجري ليه؟ انا مش فاهم يعني. طبعا يا جماعه احنا هنا وصلنا، ادي شارع عبد الحميد بدوي بره اهو، نادي الشمس اهو، فاكرين بتاع البيتزا اللي هو بيتزا شيكاغو اللي جناه، هو قدامه الناحيه الثانيه ستيك اند ريش، اكل جدتك، اسمه اكل جدتك يا حرف. وبعدين عندهم كيدز اريا وبين سبورت وشغل مطعم ريش. فين ستيك؟ انا مش شايف. ستيك بالانجليزي وريش بالعربي، لو خد بالك من الفكره. وفي اوت دور لطيف بره، وتعالوا بقى نخش نشوف ايه الدنيا. 12 شارع اللي هو احمد محمد علي، متفرع من عبد الحميد بدوي، بابا واحد من نادي الشمس وكنتاكي. بابا بابا طبعا يا جماعه بقى الاوت دور لطيف محندق كده وظريف. يا حنفي هو انت يا جعان بره يا جعان جوه؟ يلا انا نايم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا، كلكم طيبين حبيبي، الله يكرمك. المكان زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، في 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 دي لحمه ضاني على يعني، في حاجه تحس ان في انت مش عارف انت فين بالظبط. اهلا. السلام يا كابتن حبيبي حبيبي حبيبي. الشيف سعيد يا جماعه صاحبنا طبعا. اهلا يا شيف حبيبي، يا مبارك. اهلا كل سنه وانت طيب. وصحه وسلامه. ايه بقى انت هتفطرنا النهارده في ستيك؟ هو ليست ستيك اند ريش يا شيف سعيد؟ معلش، بيعملوا ستيك وريش في نفس الوقت؟ لا، هو بنعمل ستيك لحمه بلدي و طبعا ريش ده شغل الشرقي، فمدخلين كلمه ريش بس عشان الشرقي، عشان الشرقي، انما هو الشرقي كامل. بس انت عندكم شرقي وانترناشونال؟ 80% شرقي و20% ايطالي. ايطالي في ستيك يعني في الموضوع؟ في ستيك وفي فوتشيني وفي بيتزات، بس الكلام ده بعد رمضان ان شاء الله. طيب انت هتاكلنا ايه دلوقتي؟ دلوقتي هاكلك عكاوي وهاكلك مشويات. انت عارف انا يعني انا متربي على اكل الراجل ده يا جماعه، والله العظيم يعني شهاده مجروحه. ده حبيبنا حبيبي يا شيف سعيد. يلا بينا كبير. يلا باشا. يلا باشا. ازيك يا شيفنا؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. شيف محمد الرئيس بتاعنا الكبير. الله اكبر ما شاء الله. اهلا وسهلا يا شيف محمد حبيبي، انت شرفتنا يا استاذ شامي. ايه بقى انتوا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده طاجن ورق عنب كوارع؟ ده ورق عنب كوارع. بطاطس باللحمه؟ لا ده تورلي. ده تورلي حلو. ده ايه ده بقى؟ ده عكاوي وبصل باللحمه. لحمه بيبقى الله الله. وبص بقى تلاقوا جنب ده الشغل بقى ايه الايطالي ده، غالبا الصوص بتاع المكرونه الفريدو. الفريد ده الصوص بتاعها بالفراخ، ولسه هنحط الفوتوتشيني. هنا بقى بنعمل ايه؟ ده سجق. سجق شرقي. هل ده بيطلع كده ولا بيبقى مع مكرونه ولا ايه؟ لا بيطلع كده لوحده. تمام. الدين وسع العب في النار. الله اكبر عليك يا شيف سيد. دي بقى العكاوي انت بتبقى مجهزها مسلوقه؟ اه دي العكاوي مسلوقه جاهزه. بتبقى مسلوقه طبعا، وبتيجي بقى تطبقها في قلب الطاسه. يا دوبك بناخدها في السمنه البلدي، وبعد كده بنقلها صوص البصل. تمام. مع صوص البراون، وبعد كده بنحطه في الفرن. تسيبها بقى تاخد لها ربع ساعة مثلا؟ طبعا لا، بتاخد لها بتاع 10 دقايق ربع ساعة فعلا. تمام يا شيف. ماشي حبيبي يا كبير. حبيبي. نيجي بقى واحنا معدين بقى نلاقي الشواية الجميلة والشيف. ازيك يا شيف؟ يا اخبارك؟ عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. طيب يا مدير. حبيبي هشام، شوف المشويات عندنا من الناس المحترمة. تجهيز وشوي وكله فوق ان شاء الله. ما شاء الله عليك. وتتبيل ما شاء الله. وتقطيع وكل حاجة. ما شاء الله يا باشا. لا صباع الكفتة بينادي لي. بينادي لي وهو لسه ما استواش. لحمتنا كلها هشامي والله بلدي، وما عندنا مزرعة بنجيب منها داني مخصوص. ما شاء الله ربنا يكرمكم يا رب. هندوق يا شيف زايد ونعرف. انت هتدوق وهتقول للناس، وانا عارف ان انت ما بتتكسفش. حبيبي يا شيف زايد. حبيبي اديها وش كده. حبيبي يا شيف زايد. حبيبي يا طيب. حبيبي كبير. حبيبي يا عم فطرنا معاك يا عم. شكرا يا حنان. انت على فكره واكل قبليها كام واحده؟ واحده بس انا باكل ثلاثه. طب خلاص خد.
هو كده بقوا اتنين لسه التالتة مش لاقيها. طب يلا بينا نخش نشوف الاكل كده يا جماعه. بقى ده ندنا اهو دخلنا، بس بقول لك احنا سايبين الحته دي عشان في حاجه مهمه هتيجي هنا، مش عارف ايه اللي هيجي هنا، بس خلينا ايه اول حاجه. كل سنه وانت طيب يا شيخ احمد. انت طيب يا باشا. طيب يا شيخ احمد والله حبيبي. طيب دي شوربه ايه دي يا شيخ؟ دي يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، دي بط دي ولا حمام؟ لا انا اعتقد ان دي شوربه لحمه. لحمة. بس هو في حاجه مفصصه جميله جدا، مجوهرات. مجوهرات اه، في مجوهرات. نسمي الله. نسمي الله. نسمي الله بالهنا والشفا. طلعت ايه يا شيخ؟ لا هي دي، ده حمام. حمام، شفت انا قلت لك يا بط يا حمام. ده حمام بالهنا والشفا. طعمه حلو قوي. وانا بصوا يا جماعه بقى اللطيف بقى ان الموضوع شرقي وغربي مع بعض. دي مثلا شوربه كريمه، ودي شوربه حمام جنبها على السفره. يا كابتن مش قلنا نصبر مع بعضينا؟ بس حاجه دافيه بس تدخل. شوربه لزال عصفور، حمام، طاجن كوارع بورق العنب، لحمه بالبصل، عكاوي، بطل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خش عليا. ايه ده؟ شوايه. ايه العب؟ هو ده اللي انتوا فضلوا الحته؟ اه انت بقى شوحها ودي الشوايه. الشوايه صح كده؟ حبيبي يا نجم. حبيبي يا نجم. كل سنه وانتوا طيبين. الصحه والسلامه. شويه بقى مشويات شكلهم عظمه. الحياه شكلها حلوه. ودي بقى ايه دي بقى؟ فتت موزه يا جماعه اهي، فتت موزه. ده رز معمر يا صاحبي؟ ده رز معمر. ده رز معمر، طماطم مخلله، نص بطايه كبيره جدا، رز بالخلطه، وبقى دي المكرونه الوايت صوص، ملوخيه، ممبار. في ايه هنا؟ في فيوجن عجيب قوي. سجق. عندي حمامه هنا، وفي حمام هنا يعني، وبطاطس سويت. دي غالبا شكلها ورقه لحمه. بالظبط كده، دي ورقه لحمه فعلا. اوه العب يا سمك، الله اكبر عليكم. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين خيارات ربنا وهنا ايه كتيره جدا 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 جدا. يا عم حنفي وحطها قدامي ليه؟ انا هحطها في النص بس. حلوه يا اكسسوار. انت عارف ان انا ما بحبش ال ايه ده الويكا يا جماعه، باميه ويكا بس واخده على وشها تقليه، ودي حاجه في حد ذاتها لطيفه جدا. دوق بقى يا شيخ كده وقول لنا رايك ايه. بالله عليك انا ايه؟ بسم الله. لك بالله عليك انا ايه؟ في ايه؟ حلو الكلام؟ فوق السحاب. انا عاده ما بحبش الشوربه اللي قوامها تقيل، بحبها خفيفه، بس دي قوامها تقيل بس طعمها حلو. الشيف سيد عيد يضرب من جديد. ليه العب؟ دي موزونه. تعال نشوف الكفته يا استاذ شامي بعد اذنك. انا والشيف عم حنفي. صباحك فل يا شيخ. مساء الفل يا صاحبي. مالك ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ لا حلو. كفته روعه اقسم بالله. ده بجد والله العظيم. انت ايه الدنيا بالنسبه للمشويات؟ كفته خطيره خطيره. لا انت الريشه دي جميله. طب انت ليه بقى الويكا مديها طشه؟ احنا هنا بقى حركه. ها انت بتحب الويكا ودي خطيره. انا ممكن اخد طاجن ويكا من دي لوحدها كده يعني ايه، بس انا ايه الناس كلها تاكلها بالعيش، انا ممكن اخد مع رز ابيض. انا انت عارف انا الويكا بحب اكلها بالمعلقه كده زي الشوربه. يا ويكا والله العظيم انا نفسي باكلها بود نوت. لا انا باكل معلقه زي الشوربه. استنى بقى عشان في رز معمر هنا. ده رز معمر؟ ده حمام ولا ايه؟ ده حمام يا باشا. العب بقى. ده زمان. قوي 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 قوي. ده لوكا حلوه بجد والله. تسلم ايدك. ورز معمر حلو. كبار يا شيخ. احنا عايزين بقى ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين طبق. بس طبق طبق كده صغير. ورينا بقى العكاوي دي بتقول ايه. يا لهوي. الدنيا وانا ضايع. طبعا انتوا عارفين ان انا والعكاوي اصحاب من زمان. اتفضل يا شيخ. مولانا واحده واحده عليا. مولاه يعني استاذ محمد. واحده واحده ما تعملش بيا كده. خش يا باشا بدل وشك. دي عكاوي. دي عكاوي يا باشا. طب انا هستاذنك بس انا هدخل ايه على اللحم البصل. خش. العكاوي طبعا حجمها حلو. هنشوف بس هو دلوقتي حالا عامل ازاي. دايبه والفرصه اللي معموله او الصوص اللي معمول لها حلو جدا. عمونا العكاوي كده كده يعني. لا 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 لا. اللي ما مش هيعملها حلو بيبقى مبوظها بس. لكن يعني لا لا لا. هي خطيره. لا والله العظيم. ومع طبعا. كمان التاتش بتاع الشيف سيد عامله شغل عالمي حبيبي يا شيف. عالمي. اللحمه بالبصل عظيمه. اللحمه دي عظيمه والله العظيم. انا مش عارف انت بتاكلش عكاوي ازاي. انا باكلش عكاوي علشان بحب اكل الحاجه السهله. لحمه ببصل فاهم. حاجه من غير عظم كده ايه تتهلت على طول فاهم.
لا انت مش انت محرج ولا ايه؟ لا انا مش محرج، انا حاسسك محرج. البطايه دي انت اللي هتعمل عليها ريفيو النهارده. البطايه دي مالها يا ابو عمو البطايه دي؟ خش بقى اعمل الريفيو بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. منين اكلها؟ منين يا عم سيد؟ اكلك منين يا بطل؟ انا عن نفسي في الورك على طول وبشد. ايوه لسه عندها وقت. خش على طول. الله اكبر عليك. امال ايه؟ هم انا كنت بشوفهم بيعملوا، بس البطاطا حجمها كبير قوي يا سيد. شوف سيد يعني. لا نص يعني، نص محترم. بص الجمال يعني اللي هي ايه، كريسبي وشياكه وحلاوه وطعامه. ونعمل بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا ملاحظ ان الشيخ يعني الله اكبر عليه معانا. انت معانا بعد كده الفيديوهات كلها، انا مش هيطلع فيديوهات من غيرك. لا انا قول بقى اوصف. انا اوصف بقى بتاعه بياكل جميل يا جميل. اوصف بقى البط. ايوه معروف عنه بيبقى زفر شويه، بعض الناس ما بتعرفش تعمله بسبب اللي هو بيبقى زفر. صحيح. انا حاسس ان انا باكل رومي غزال. نعم الله. والله انت اللي غزال. والله انت اللي غزال. دول كده شيش طاووق. ده شيش طاووق دي محتاج ايه؟ اقسم بالله مفاجاه. اقسم بالله انت لازم تدوق البط. طب بس دوق بس، اسمع مني. طب اصبر. طيب لا احنا ما عندناش صبر هنا، ما عنديش بقين. ما عندناش وقت هنا، ما عنديش بقين. معلش انا باكل بايدي. معلش كل يا باشا بايدك بالهنا بالشفا. ما احنا كلنا بناكل بايدينا. في هذه الاثناء بقى الجميله كده، الشيخ وهو بيدوق. ها هتشوف المنيو. الشرب 20، شوربه الكوارع 55، لسان عصفور 25، خضار 18، شوربه فراخ بالكريمه 38، شوربه مشروم بالكريمه 40، اصار السلطات، مخلات مشكله، المقبلات، ممبار، ورق عنب، سمبوسك لحمه، سمبوسك جبنه، سجق بردي، جب كبده فراخ، مرته، مش شرقي، محاشي، طبق محاشي مشكله. الكواليتي بتاعت الحاجه حلو. هم السلوجان بتاعهم هنا يا جماعه اكل جدتي او اكل ستي حاجه كده. هو فعلا الجو لطيف جدا يعني. في عندهم طواجن بقى ايه، لحمه بالبصل، عكاوي بصل، رز معمر لحمه، باميه لحمه، ورق عنب كوارع، طاجن تورلي باللحمه، وطاجن ويكه باللحمه، وفتت موزه ضاني، وفتت موزه بتلو، وفتت كوارع. في بقى الطيور، دجاج مسحب، وكوردون بلو، شيش طاووق، وفرد حمام محشي رز او فريك، ديك رومي بلدي محشي رز، ودجاجه محشيه رز او خضار، ونص بط بلدي. تكفي من واحد اتنين شخص، ده حقيقه يا جماعه، لانها كبيره جدا. عندهم بقى المشويات بيبيعوها بالاطباق. الطبق بيكون فيه 250 جرام، والريش 350 جرام، ورقه اللحمه، ورقه كبده، ستيك وريش، ده بفرد حمام وقطعه ستيك وقطعه ريش وشيش طاووق ب 250 جنيه، ستيك مشوي لوحده وريب اي ستيك لوحده. في بعد كده بيتزا، وبعد كده في مكرونات. احنا ما جربناش المكرونه بقى، هنجربها دلوقتي قبل ما نقفل. وعندهم برجر. هم عندهم انترناشونال وشرقي في نفس الوقت. عندهم كمان مشويات بالكيلو اهو، كفته، كباب، ريش، طرب، شيش طاووق، ممبار، ورق عنب. والباقي الجانبيه بقى للرز والحاجات دي، ملوخيه والكلام ده. وبعد كده عندهم مشروبات. المكان يا جماعه ظريف جدا. طبعا الاسعار دي يا جماعه بدون ضريبه، يعني بنزود عليها الضريبه. وفي خدمه، ضريبه والخدمه لما بنكون بناكل هنا، ولو بناكل جودين اكل تيك اواي او دليفري بتكون بتدفعوا بس الضريبه. ادينا بقى طبق المكرونه ده. لا الموزه دي عايزه يوم من اول النهار. هو ايه ده يا شيف اللي انت حاطه؟ حاطط لنا خشب في مكرونه. دي مكرونه محمصه في الفرن. طبعا يا جماعه عشان احنا ساعه الفطار وبقالنا شويه قاعدين، فايه الاكل بقاله شويه، وده للاسف بيظلم اكلات كتيره. بس انت تعرف الاكل حلو ولا وحش لما تسيبه يبرد. بسم الله. حلوه ورايقه كده، وطعم كريمه الطبخ فيها حلوه، وبعدين حاطين فيها جبنه بارميزان، وفي صرف في الموضوع. تسلم ايدك شيف سعيد. شيف سعيد. هو ايه ده؟ برضه مكرونه فرايد. طب دي بتتاكل؟ ده دريتس. الفرايد ازاي؟ في القلايه ولا فرن؟ لا انا مش هديك كل حاجه وترجع تعمل فيها. شيف سعيد ده انا صاحبك يعني. حد دي بتتسلي وبعد كده تاخد شويه على بعض تحطهم في القلايه. في الفراير. يربطهم في بعض بقى يعملهم بالشكل ده. يدوك المنظر الجمالي الديكوري العظيم. لا بس هو حلو على فكره. وهذا ما يطلق عليه الجرنيه. ده حلوه. حلوه تنبع بدل الشيبسي. بدل الشيبسي كده لطيفه كده وسهله. بس بتحط عليها حاجه؟ لا ليه؟ مبدرها دقيق ولا اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه. على طول كده هجربها. جربها. اوعى. عيب عليك. ستيك اندريش يا جماعه هيكسب 5 افراد من اللي بيتفرجوا علينا. كل فرد هيكسب اخر يوم رمضان فطار هنختارهم عشوائي قبل ليله العيد بيوم. في ايه مالك؟ هيكسبوا الصينيه. دي كده الصينيه. صينيه فيها ايه الصينيه دي؟ كف 4 كف 4 افراد. هيبقى فيها مشويات وسمبوسه
كوسه كومبار وحاجه لطيفه جدا. وعشان برضو ايه نقول لكم كل سنه وانتم طيبين عشان العيد. غير كده كمان عاملين خصم 10% لكل اللي بيتابعنا لغايه اخر شهر 5 ان شاء الله من ساعه لما الفيديو ينزل. غير كمان ان هم عندهم على الصفحه بتاعتهم عاملين اوفرز لطيفه، مش عارف لما تشتري طاجنين تاخد ربع مش عارف ايه، ولما تشتري ربع ايه تاخد ربع ايه، عاملين شويه حاجات كده. فخشوا ستيك اند رياش على فيسبوك وعلى انستجرام وشوفوا العروض اللي هم عاملينها. شكرا يا جماعه متفرجوا، شكرا يا شيخ. والله يا مولانا اللي مش والله احنا مبسوطين جدا كتير من... بالله عليك. لا بالله عليك كل معاك كتير. هتشوفوا الشيخ كتير الفتره الجايه يا جماعه ان شاء الله. سلام عليكم.